نصايح لي زيتوديون لو ديبا كي العاده والعوايد في البدايه اليوم موجودين معايا حافظ بوزيري حافظ مرحبا بك عسلي مع عزيز من الكل مرحبا بك حافظ وكيف كيف غازي جيد غازي مرحبا بك عزيز اهلا بالساده المستمعين والمشاهدين على ديجيتال كيف كيف سه. مرحبا بكم يا جماعه في البدايه كما قلنا باش تكون لاكтуаليتي لكن ما بعد زيد نصايح نصيحه ليتوديون زيد باش تكون مع حافظ وفي نهايه البرنامج لو ديبا كي العاده والعوايد نختاروا

لاكتواليتي ستيديونتين الجمعه هذه ليز ستيديون موجودين اون سين كي العاده والاعواد شنو عندنا جديد؟ يا جماعه نبدا معك غازي. انا لاكتو هذا جاني من كلوب راديو ليبرتار، نحن مشينا عملنا ليزيليكسيون نتاعنا نحن تابعين الكلوب راديو ليبرتار باش نطلعوا البيرو اكزيكيتيف الجديد. دونك قعدنا برشا نلوجوا على بلاصه، السوم يكون سوم معقول على الاخر، البلاصه زادة ماذا بينا تكون كليماتيزي باش نقعدوا ست سوايعة نحن غاديكا قلب السخانة. اون فيت لقينا ستيل متاع ان كووركينغ هو م -م. مي حاجه جديده معناها نلقاو فيها بلايص وين تنجم تعمل دي ورك شوب بلايص وين تنجم تعمل دي ريونيون لاصقه لي سو اس نتاع قا قمرت قابلنا لا ريسبونسابل مدام كريمه بطيخ م -م. عملت بينا دوره غاديكا وراتنا كيفاش معناها ملي ملي الحقيقه كانت بلاصه كيكا مسيبه جمله ولات بلاصه بيان ايكيبي فما البي سي فما فما كل شيء والقوه وين انه الفلوس اللي باش تدفعهم انت الكوركينغ هذاك uh -huh. الكل ماشيين الاس او اس جامرت معناها <متحدث> البيوت نتاع هذيك كلها اس او اس جامرت نعرف اللي ولينا نعيشوا في تخمه نتاع في اسوسياتيف معناها فما لي كلوب اللي يخدموا على الشاريتي هذاك الكور دو ميتي نتاعهم اي سي تام بليزير خدمت انا قبل الشاريتي ما راك تروح في الليل باش ترقد تروح فرحان معناها كل كو شنو عملتوا في نهارك uh -huh. فما دي كلوب اخرين وين الكور دو ميتي نتاعهم ماهوش شاريتي يخدموا على حاجات دي دومين دكتيفيتي في لي فاكولتي نتاعهم uh -huh. دونك كي باش تعملوا لي ريونيون نتاعكم والا باش تعملوا لي سيمينير نتاعكم كي تعملوهم لي اس او اس راكم تقولش عليكم خدمتوا شاريتي كيف كيف سي تام على الاخر لي كلوب ولي اسوسياسيون ما يقفوا معاها البلاصه هذيا وما الحقيقه نعموا في المبادرات هذه عزيز محلاهم والله ما احلاها اليوم حاجه حلوه كما قلت حتى سي سو ني لو كور دو نتاع الكلوب اليوم بطريقه مباشره وغير مباشره ويعاون جوستومون لي واليوم اكثر لي اللي معروفين في تونس وتونس بالحق ديما كانوا موجودين معاهم اللي نحكي اليوم على اس او اس اللي توينسا موجودين وحتى اليوم الطلبه ينجموا هكا كيما قلنا احنا الجماعات الكل نحكيوا في الموضوع هذا وكيما قلنا حتى الجماعه اللي فاتت من عام ناول في الموضوع هذا اللي اليوم ليتيديون ديما يلوج على البلاصه اللي باش يمشي يقرا فيها ميزا باغ اليوم القهاوي نجموا علاش ليه لكن ثم بلايص مجعولين الشيء هذا. فكر عزيز راهم القهاوي مهمش مجعولين للقرايه. وما على, وما باز على باز آه لكن في تونس رديناهم نوعا ما. يلقينا حلول كيفاش آه. باش نقراو في القهوي مي فينالمون فينالمون حتى من البسيكولوجي نتاعك كي تبدا موجود مم. في قهوه راهي ماهيش ادابتابل انك تقرا راهو فما بلايس يشبهوا للقهاوي فيهم لو بليزير اللي موجود نفسه في القهوه جوست لو نيتوركينغ الكل يكون ان نيتوركينغ استوديون تاع يعني كلكم دي ستوديون في بعضكم أوك خير من القهوه أوك فما فالور اجوتي زاد كيف مبزفرما. كيف وحضر الناس يمكن يحبوا على القهوه يلقاو في لي كوركينغ سبيس قهوة قهوة موجود. موجود. آه. وانا متاكد في الكوركينغ سبيس هذا كل شيء موجود وسورتو كما قلنا اليوم سي بور لا بون كوز نجم نعاونوا بها اه اس او اس جمرت شكرا لك على اه الفكره هذه اليوم المبادرة حلوه برشا منهم وفكره حلوه برشا انه اليوم نحكيو اه على حافظ شنو عن اخر في الاكتواليتي الثانيه الحقيقه توا بريود هي نتاع البورس دونك توا اه لي ستيديون جدد اللي باش جدد اللي داخلين يستحقوا بورس دونك فما توا بريود باش انك تسجل وتحط الدوسي نتاعك رزني ما تترشح معناها طلبه جدد لهنا من بدايه لو سبتمبر وتوفى لو 31 اكتوبر واضح شروط مم. الترشح برشا. اي اليوم. اليوم لازم تكون مسجل في واحدة مؤسسات الاتاتيك معناها في فك اتاتيك مش بريبي. واضح. الدخل السنوي الصافي نتاع العائله نتاعك ما لازمش يكون يفوت 5153 دينار. باهي. الاعباء الاجتماعيه باش تكون هذايا المصروف معناها 100 دينار على كل طالب 50 دينار على كل اخ في الكفاله دون 21 سنه 100 مهو. دينار على كل معاق في العائله ودينار على كل ما يفصل ولايه سكن عن ولايه دراسة واضح هذوما دونك لي كونديسيون باش ينجم اليوم الطالب يكون اه عنده عند الحق في البوص. عنده الحق في البوص. واضح دونك فما هما زوز انواع نتاع المنح منحة عادية ومنحة الادماج الطلبة الجدد القدامى كيف كيف معناها ابناء رجال التعليم طلبة الماجستير طلبة الدكتوراه طلبة الاجانب ابناء العائلات المقيمة بالخارج هذوما الكل عندهم الحق في المنحة عادية واضح منحة الادماج المبلغ يكون قيمته 500 دينار يحصل عليه الناجحين في, ايه. أي في البكالوريا 2023 دونك اي عبد نجح في البكالوريا راه عندك الحق في 500 دينار ابهر المنحة العادية باهي برشا الاوراق البورس باش يكونوا نفسهم يعني باش باش تاخذ 500 دينار تكون انت نجحت في الباك الاوراق البورس باش يكون نفسهم على العباد الجدد العاديين معناها باش نكونوا واضحين في هذا حافظ اللي نجموا ياخذوا 500 دينار اسكو لي كونديسيون هما بيدهم اللي حكينا عليهم الاول ولا اي آه اي اليوم آه طالب اللي نجح في الباك عام سنه ينجم ياخذ البورس هذا هو ينجم يكون مثلا طالب هذاك ما عندوش الدخل نتاع العائله ما يكونش معناها ما عندوش حق في البورس العادي لكن لازم يحط الاوراق نفسه نتاع البورس يطلب كانه باش يطلب البورص باش ياخذ 500 دينار هذيك دونك ما ياخذش البورس جمله جست ياخذ 500 دينار باهي برشا باهي برشا هذا اليوم ما لو 31 اكتوبر ما حطكش 31 اكتوبر 31 اكتوبر حاجه باهي كيف كيف تصور مش برشا ناس علمهم بها وتنجم تعاون سيرتو طالب في بدايته غازي الطالب ديما تصير له مشكله مع البورس انه يفلت الديدلاين من بعد واللي اللي عنده ان انتيري باش يمشي ياخذ بورصه راه واحد وحده باش يلوش شنو الاوراق واحد وحده باش يلوش شنو الشروط انا الحقيقه في هذي ما كان فما شكون من وزاره التعليم العالي مهو. يجي نهار بحذانا يفسر لنا حكايه البورس دو ا جوسكا خاطر علاش ليه ما نجموش نعاودوا نحلوه الدوسي هذا الشروط اللي يحكي عليهم حافظ راهم من القرن 20 معناها نفس الشروط هذوما نجموش ينعاودوا نشوفوا الشروط ينجمش فما واحد يفسر بشويه بشويه كيف باش شكون عنده الحق في بورس شكون ما عندوش حق في بورس <applause> وان شاء الله الحاجه هذه تعاون ليتوديونيت في ظل ازمه اقتصاديه خانقه جدا <applause> راو كي نحكيو اليوم مليون تعطي ليتوديون والا لي في الماستير تنجم تخلط حتى لزوز ملايين <applause> راهي ماهيش شويه راهي تعاونوا في ديماراج تاع ثلاثه اربع شهور القدام <applause> ابار هذا راهو يرى را بها للبلاد راو. <applause> البلاد كي باش تفورميك كي باش تعطيك فلوس انت باش تمشي تقرا انا باش نقعد حياتي كامله راه لها بها حتى كان خرجت لبرا راني باش هالحاجه يدي. هذه ابار انها قراتني بلاش زادت مدت لي بورس وقت اللي انا نستحق مم. شكون يستحق شكون ما يستحقش هذو ما الشروط اللي ان شاء الله يجي شكون نهار بحثنا في ليميسيون هذه ايتوديونيت ويفسرهم لنا بالبلاد اليوم بالنسبه الدعوه مفتوحه اللي حابو يكونوا موجودين معنا المؤس تكون موجوده معنا موجوده معنا عفوا باش تفسر لنا شنو اليوم شنو ما هو حتى لي كونديسيون فماشي ما بعد حتى اون revision في لي كونديسيون هذوما نجموا نحكيوا عليهم باكثر تفاصيل ايتوديونيت كي احنا يعتبروا ليميسيون باغ لي زيتيون مي سورتو بوغ لي زيتيون للطلبه وجوستومون باش نوصلوا لهم المعلومات هذوما وماذا بينا شكون يكون موجود معنا اهل الذكر كما نقولوا باش يزيد يفسر لنا اكثر بكل المعطيات لكن اليوم حافظة هاك عطانا ديجا لمحه باهيه برشا اللي تنجم تعطي فرص يمكن للطلبه عندنا حتى لو 31 اكتوبر 31 اكتوبر باهي برشا هذا دونك ما يخص اليوم المنحه لابورس اللي, اللي نجموا يستعملوها لي زيتيون شعرنا اخر عندنا التور الثاني نتاع الفوي دونك الفوي ايه. التور الاول ديجا للعباد اللي خذوا معناها الفروشات نتاعهم كل شيء بقى التور الثاني التور الثاني باش يحاولوا يوفروا 5000 سرير معناها لسه كان الاستثنائي بيان سور موجه باش يكون للطلبه المنتمين للعائلات ايه. المحدوده الدخل وفق شروط مضبوطه شروط باش يكونوا ممكن نفسهم تاع البورس ايه. دونك هنا مش الطلبه الكل باش يكون عندهم الحق في هذاك انت والروم تاعك وانت والنظام وانت اسكو باش توصل ولا ماكش توصل. واضح بيه برشا كي نقولوا اليوم 5000 على كل تراب الجمهوريه <applause> آه. آه نتصور آه باش تتحل دونك كما قلنا توغل الثاني اللي هو تقريبا وقتها حافظ ولا وقت شهر. شهر. حتى الاخر شهر سبتمبر بيه برشا دونك اليوم فرصه كيف كيف للطلبه في ليمت هذوما اللي قعدوا من شهر سبتمبر باش تنجموا جوستومون تخلطوا على التوغ الثاني ولا حتى كان تعرفوا اصحابكم يمكن يقراوا معكم في الجامعه تنجم اليوم انت تكلموا توا حتى في وسط وتقولوا وتقول له راهو كثم التوغ الثاني يمكن هو ما في بيروج وماذا به يكون موجود في الفويه وخلي نقولوا اللي اليوم راهو الفويه عاون برشا برشا ناس وبرشا حتى عائلات آه غازي اللي يمكن ما عندهمش الامكانيات اللازمه باش حتى يكري آه دار اليوم مش الناس الكل تعمل الحاجات. آه عائلات اليوم وتلقى الام والبو يخدموا وما عندهمش <applause> لا بوسيبيليتي انهم يكريو سكن <applause> ولا يشريو سكن ولا حاجه اخرى فما بالك انت دي اللي <applause> ماشي باغ اكزومبل نقولوا من نابل ماشي باش يقرا في القروان راهو غاديك حتى كي تكري راهي الدار ترزن عليك ماهيش <applause> مصروف كري اكا راهي الدار الدار اكثر من انها مصروف تاع كري لهوتها العصا نتاع الدار مواد <applause> التنظيف كذا وكذا وكذا دونك الفوايه راهو هو اللاجئ الوحي. لليتيديونات اللي هما عبروا انهم مازالوا يحبوا يقراوا مازال يحب يكمل <applause> انا اللي نعرفه على شروط نتاع الفوايي انه بالنسبه للذكور <applause> العام الاولاني ينجم عنده الحق ياخذ فيه وقت اللي تتوفر فيه الظروف من ولايه لولايه اخرى <applause> العام الثاني يلزموا يخرج يكري <applause> بار كونتر للاناث اللي عامين والعام الثالث هو اللي تنجم تمشي تكري فيه <applause> ان شاء الله علاش ليه حتى بالنسبه لرجال الاعمال باش يعاونوا ولا حاجه ينجموا يعاونوا بفوايي اليوم <applause> مش كان انك تعاون مثلا بفلوس ولا تعاون اسوسياسيون ولا تحب تبني جيل جديد، تحب تبني مونتاليتي جديده، وتحب الجيل يقعد لك ريكونيسون تنجم تعمل فويه وتتلهى به باغ على عام كامل، وموجود رجال الاعمال في تونس ينجموا ياخذوا دي انيشيتيف كيما ينجم. هكا. ينجم حتى تكون اون ريزيدونس تنجم تكون يمكن لكن لاسوام تكون صحيح. مرفقه وتخلي اليوم مطالب يكون موجود معناتها في خاطر كيما قلت حافظ 5000 بلاصه وانا متاكد اللي طلب اكبر من 5000 وكل عام <applause> فما طلبه ما يخلطوش مالوغوزمون على الفويون توليك فرصة ليكم كان تحبوا تخلطوا على التوغل الثاني ما يخص لي كيف كيف هذا يزيد معلومه مهمه عن حاجه اخرى حافظ هذا هو الجماعي <applause> <applause> هذه وكيف كيف معلومات مهمين برشا كيما كل جمعة معك حافظ ينجموا اليوم يعاونوا الطلبه سواء نحكيوا على التوغل الثاني للفوي كيف كيف زاد معلومه الاولى اس او اس جمرت معك غازي <applause> نجم تعاون برشا

وفقكم الكل سي ان ديفلوبمون بيرسونيل نقولها وديما نعاودوها وميرسي بوكو لاي اتيديون يقرا بالكدا على روحه واكتيف في المجتمع المدني اكزاكتومون شكرا لهم اللي كيما قلت سون اكتيف موجودين سوا في قرايتهم لكن زاد في المجتمع المدني وساعات حتى نلقاهم موجودين في حاجه اللي احنا في مخنا نقولوا لا هذا بعد القرايه اللي هي عالم لونتربرونيغي وجوستومون بعد ضيفتنا مع علي العابد باش يكونوا من لا ستارت اب بارنتلي اللي هي من الاسم نفهموا الباغون تنزيدون اكثر الاولياء شنو دورهم في في ستارت اب وما بعد نصيحه ليتيديون مع حافظ شجينا بنصيحه هذه الكل على موجات غاديو اكسبريس اف معنا نرجعين.